شو هيدي النبتة؟ شو هيدي النبتة؟ يلي زرعناها بآخر الشتي تقريباً، مين بيتذكر؟ الحمص، هيدا الحمص الأخضر. شفتوا قد صاروا؟ غسل حالك شو حلوين؟ كبروا الشكلات، وهذا القسم كله زرعته حمص. بس أكيد طالع في أعشاب كتير، بس يكبروا شوي منعشبهم. وبين الحمص شو طالع غير الأعشاب؟ أغلب الأعشاب اللي طالعة الحميضة البرية يلي بنعمل منها كباب وفطاير. يحييها، كتير طيبة وكتير مفيدة للصحة. من نبتة حميضة وحدة مثل هاي هيك بتشربت وبتعمل بذور هون، بس نفلح الأرض البذور بتعب الأرض وبترجع بتطلع بعد ما تشتي عليها الدنيا. هيدا الورق كله حمايضه.